السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من جديد. فسنسرد بعض الكلمات أيضا، ومنها سنقول: عندما تريد أن تصبح لشخص أو تمسي عليه وتسأله عن حاله، تقول للمذكر: يا ككم هتايا ونعني نات تمتا ونعني وشانا تبايا ونعني نلا هيس كواي. بمعنى هذه الكلمات هي سؤال عن حاله، أو بماذا فطر، أو هل ذهب للعمل أو لا. وعند المؤنث يقال لها كك متاي ونعني هيس كات أكي متاي ونعني نات تمتاي أري ونعني ولفتي هاي. فأيضا هذه الكلمات للمؤنث سؤال عن حالها في الفترة الصباحية. ونأتي للفترة ما بين الظهرية والعصرية، يقال فيها للمذكر ككت آيما مهستايا يا مدات نلا فينتا أو الفوق وثا. وهذا للمذكر، وعند المؤنث يقال لها ككت آيمي فسيتك تدي أري بدأ فين تاي والفوق وتاي. وهذه للمؤنث. وعند المساء يكون سؤال عن الحال ككت هودا نلا داي هودا وايا هيسكا بكي نلا تهودا نلا درارك تمتعي. وعند المؤنث ككت هودي نلا داي كات أكي تهودي درارك تتكوي. وهذه الكلمات أيضا السؤال عن الحال من الصباح والأمسيات والظهرية للمذكر والمؤنث. وسنأتي ببعض الكلمات أيضا للشرح بصورة أفضل إن شاء الله. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وأرجو تفعيل زر الاشتراك والمتابعة في قناة اليوتيوب وقناة التيك توك ليصلكم كل جديد. وإيتانينا قد دوره.